ده اسمه مسجد عين القبالة، كان مبني قبل الباشا آغا دي. لما كان حضر الباشا آغا وكان مهدوم فيه الهمدندي والبتاع، عمل جدد يعني، عمل فيه كان الجمع صغير، العواميد دي كانت صغيرة عن كده، دي كانت قنطرة مبنية ومعمولة على الحيطة الغربية للشرقية، كانت مبنية ومعمولة عليها العيدان من هنا ومن هنا، وكان مبني الجمع فوق من هنا. كان الجمع ده صاروا فيه منه يعني، كان من هنا الغرب كان ده كله جامع دي. فضل يوقع شوية بشوية، لما شوف وصل ايه بقي من ناحية، كان كبير. طبعا كنا نقول حاجات كثيرة في صلاة العشاء، يعني حتى الصلاة يعني الوقت تغيرت عن الأول. اللهم صل وسلم وبارك على أحمد محمد، يعني حاجات كنا نقولها كده في ما بين الركعتين والركعتين. كنا زارعين فلاحين، نزرع غلة ورز وحاجات يعني زي كده وشعية وبتاع، وكان أبوي لسه موجود، كنت أسرح معاه، ما أدريش لو كنت أبوي ولا بتاع ولا مدرسة حتى. ما روحش الكتاب اللي بعد ما عينيا تعبوا. كنت انا قاعد برضو على المصطبه جوا سيدنا كده، وهو قاعد قريب عليه كده وقرني بالايه كلمه كلمه، لغايه ما كبرت خالص وكده ما رحتش، ما رحتش الكتاب تاني، قعدت احفظ في اللي انا معاي، وادي عايش الحمد لله على قد الحالة. يكفلون ولكم وهم لها ناصحون. قضى علي هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه الغفور الرحيم. قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. يا كريم ايوه قدامها. هذا الشارع انت انا هون. الحمد لله على السلامة يا حاج. الله يسلمك. ربنا يزيدك إيمان يا رب وتقوى. الله يخليك. ربنا يخليك يا حاج. الله يقويك يا رب. كل سنة وأنت طيب يا حاج. أنت طيب يا حاج، ما شاء الله. كل سنة وأنت طيب. الله يحفظك. كل سنة. ادعي لنا يا حاج بقى بالخير إن شاء الله. ربنا يقويك إن شاء الله. ربنا يبارك فيك يا حاج. يقويك الله. مع ألف سلامة. تعال شوي. أشكرك يا حاج. أشكرك في حفظ الله، مع السلامة. الله يسلمك. مع السلامة يا حاج. مع السلامة.